فالإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة دي آخر حلقة نلتقي بها أو نلتقي فيها مع حضراتكم في شهر رمضان الكريم المبارك، وإن شاء الله نلتقي بعد العيد إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وغدا نكون على سفر إن شاء الله، ربنا يغنمنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة. وآثرت أن تكون آخر حلقة عن موضوع، الحقيقة موضوع في منتهى الجلال والعظمة والجمال، موضوع خطير جدا جدا وقضية شائكة الحقيقة، عمالين بنتكلم عنها يعني كل فترة وبنحاول نجدد الكلام فيها، لأن الموضوع فعلا وصل لمرحلة ما ينفعش أن احنا يعني نهمل الكلام عنها. يعني نبدأ بالموقف الإيماني دوت وبعدين نتكلم عن الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، يكون ختام موضوعنا إن شاء الله، ونتمنى أن يكون يعني سعدنا مع بعض طوال هذا الشهر الكريم المبارك. كنت أتمنى أن ألتقي بكم مع لآخر الشهر، لكن لولا ظروف السفر وربنا يجمعنا وإياكم على خير، ودعواتكم لينا ودعواتنا ليكم إن شاء الله، وربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر. في يوم من الأيام في غزوة بدر ندب النبي أصحابه للخروج في يوم بدر. الحقيقة كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خارج للقتال أو للجهاد، وإنما كان خارج للحصول على العير على القافلة، ولكن تحول الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مواجهة دامية بين معسكر التوحيد وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبين معسكر الشرك والكفران. قدر ربنا سبحانه وتعالى إن واحد من الصحابة اسمه خيثمة ابن الحارث، راح منادي على ابنه، ابنه اسمه سعد، وقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، البنات والنساء يعني زوجته وبناته اللي هم البنات اللي هم أخوات سعد. قال تعلم يا سعد أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. الابن قال له كلمة حلوة قوي، قال له والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، لو كنت بتطلب مني ان انا اتنازل لك عن دنيتي كلها انا مستعد اديها لك عن طيب خاطر وعلى راسي، ولكنها الجنة والله لا اوثر بها احدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمة يقاتل ويجاهد في غزوة بدر، فاستشهد بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاء الصحابة يعزون خيثمة ويهنئونه باستشهاد ولديه في آن واحد، فوجدوه يبكي وهو يقول أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الموقف الإيماني الجميل دوت يخلينا نتذكر حاجة مهمة جدا، قول سعد لأبيه خيثمة والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها. حقيقة بتأتيني شكاوى كثيرة جدا جدا فوق ما يتصور العقل البشري، وأنا يمكن لظروف صوتي ومشاكل صوتي كما قلت لحضراتكم أكثر من مرة وأكرر أنا ما بقدرش أرد على تليفونات، إنما يعني أستقبل رسائل وأرسل رسائل قدر ما استطعت. ولذلك قلت أحضر أكتر مرة لو حد رد عليكم على أي تلفون أو أي رقم وقال لكم أنا الشيخ محمود اعلموا أنه يكذب عليكم، لأني لا أستطيع أن أرد بسبب ظروف صوتي. فبيجيني رسائل كتيرة جدا، وكان آخرها رسالة مبارح تضم القلب. امرأة غنية جدا عندها أولادين أكرمتهم غاية الإكرام، ويعني مدير كل واحد منهم أكتر من شقة تمليك وعربية وإلى غير ذلك، وابنها ما بيسألش عنها أبدا بالمرة، لدرجة أنه هو بيغيب بالشهر والشهرين والثلاثة لا يتصل حتى، ومش هقوم يتجوز لسه ما جوز ولا يتصل، ولو حتى كان متجوز دي أمه يعني ما فيش حد في الدنيا أغلى من الأم والأب يا جماعة، فلا يتصل بها بالشهرين والثلاثة إلا في حالة واحدة بس، إذا نفد المال معه فبيتصل عشان تبعت له فلوس، كأن والدته بالنسبة له هي عبارة عن البنك المركزي اللي بيحول فلوس، أما ما سوى ذلك فأمه لا تعني بالنسبة له أي شيء. فأبوه بيتصل عليه
بيقول له يا ابني يعني ما يصحش كده يا حبيبي، يعني انت ليك اب وليك ام وعمرنا ما تاخرنا عنك في حاجه ولا حرمناك من اي حاجه ولا عمرنا بخلنا عليك باي شيء، بل بذلنا حياتنا كلها من اجلك انت واخوك. فيا ابني اسال على امك وابوك. فبيقول له ما انش فاضي، يعني اعمل لكم ايه؟ الولد بيتكلم باللغه دي، انا مش فاضي اعمل لكم ايه؟ قال له يا ابني انا ممكن ان انا يعني اقول لك مش هبعت لك فلوس واحرمك من فلوسي. يقول له ما تقدرش، لان انا القانون معايا، انا ممكن احجر عليك واخد فلوسك كلها. تخيل حضرتك لما توصل لغه الحوار بين ابنه وامه وابوه الى هذه الوقاحه، سامحوني مش لاقي لها اي تعبير تاني غير هذا التعبير، ان التعبير الوحيد اللي اقدر اقوله في هذا الموضع ان دي وقاحه. سبحانك يا رب. ده الواحد يعني الواحد والله الواحد ما بيزكيش نفسه. الواحد انا عن نفسي بقول واكرر هذه الكلمه دائما، بقول والله العظيم يا جماعه ان اي خير ربنا اكرمني به في ديني او دنيتي والله الذي لا اله غيره، السبب الاول في كل هذا هو فضل رب سبحانه وتعالى، ثم دعاء الام والاب. ان انا كنت دائما اسمع ام الله يرحمها في الثلث الاخير كده وهي بتصلي كل يوم كل ليله وهي بتقول يا رب يا ابني يا رب يا ابني حبب فيك خلقه واجعلها في ايدك فكه ويكفيك شر حاكم ظالم. ثلاث دعوات البسيطه جدا التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنه وانما وردت في الفطره الطيبه. حاجه عجيبه جدا. انا يعني كنت يوم وفاه ام الله يرحمها سنه 2000 يعني من حوالي 11 سنه. انا اذكر في اليوم دوت والله العظيم كان قلب انخلع من مكاني. خدوا بالكم. وكانت أصعب لحظة في عمري يوم ما نزلت عشان أدفنها. وبعدين سبحان الله دعيت من كتر ما قلب الواحد انشرخ بموت الأم، دعيت إن ربنا يعوضني، لأن الواحد لا عوض له عن حنان الأم أبدا. مهما جبت أي إنسان في الدنيا، لا زوجة ولا ابن ولا بنت ولا أي حد في الدنيا ممكن يحبك زي ما أمك بتحبك. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الودود الكريم الشكور. فوجئت بعدها وكنت أشعر بالموضوع ده بعد قبلها، لكن يعني حسيت بأنه بقى زيادة بعدها. كل واحد يقابلني والله العظيم سواء في مصر أو خارج مصر يقول لي ازيك يا شيخ محمود، أمي بتحبك ودايما تدعيلك، أمي بتحبك ودايما تدعيلك. قلت له الحمد لله يا ربي، يعني حرمتني من أم فرزقتني ملايين الأمهات تدعو لي، الحمد لله رب العالمين. وأنا أحب كل أمهات المسلمين، ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظنا ويحيي وإياهم ويجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. فأنا بقول لكل الشاب يعني أنت فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك وأبوك؟ وبقول لكل أخت فاكرة آخر مرة قبلت فيها إيد أمك وأبوك؟ والله العظيم أنا لو كانت أم عايشة لحد النهاردة أنا كنت أقبل إيديها ورجليها، وهي لو عايشة لحد النهاردة يعني أكاد أقسم بالله أني على استعداد أن أقبل رجليها كل يوم 1000 مرة. يعني الأم دي نعمة يا جماعة، ده نعمة كبيرة قوي قوي أن ربنا يكرمك ويبقى لك أم. يعني بالبلد كده قدامك باب مفتوح للجنة، ما عليك إلا أن أنت تفتح الباب وتخش باب للجنة. ده النبي اللي قال كده مش أنا والله، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم الوالد، مقصود بالوالد الوالد والوالدة، الوالد أوسط أبواب الجنة. الأوسط يعني أحسن. كان النبي أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا. واضح يا جماعة؟ يبقى الوالد باب بير الوالدين، أبواب الجنة 8، منها باب هو أفضل وأجمل وأحلى وأفضل باب في الجنة هو باب بر الوالدين. فاللي معاه أم وأب عايشين يعني يبقى عنده باب من الجنة مفتوح، لو ما دخلش منه يبقى خاب وخسر. ولذلك هو النبي قال كده، رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما ولم يدخلاه الجنة. رغم أنفه، التصق أنفه بالتراب، علامة على الخسارة. فضل كبير جدا جدا ان ربنا يكرمك ويبقى امك وابوك عايشين. وبالله عليك يا اللي قاعد قدامي دلوقتي، لو امك وابوك قاعدين جنبك او امك او ابوك او اي حد من الاثنين، بوس ايديهم بوس ايديهم. من كنت اسأت اعتذر، ومش عيب ان انت تبوس ايديهم. ان بعض الشباب بيستنكف ويستكبر يقول طب وانا بوس ايديهم ليه يعني؟ طب وليه الذل ده؟ ده مش ذل، ده عمره ما كان ذل، ده طاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. الله قارن الشكر له سبحانه وتعالى بالشكر للوالدين. سيدنا ابن عباس بيعلق على الآية دي بيقول إيه؟ بيقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. ثلاث حاجات مقرونة بثلاث حاجات، ربنا ما يقبلش واحدة إلا بالتانية معها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحانك يا ربي. ولذلك لو حبيت حضرتك تقول لوالدك أو لوالدتك أنا عملت ليكم من المعروف مثل ما فعلتم معي، هي حالة واحدة بس اللي تقدر تقول فيها للأب أو للأم أنا وفيتكم حقكم. عارف إمتى؟ لما يكون الأب عبد عند واحد أو الأم كانت أمة عند حد، وخبالك وإنت اشتريتها أو اشتريته وأعتقت الوجه الله في الوقت دوت، أقول لك إنت كده راس قدام راس، إنت كده وفيت الأب حقه ووفيت الأم حقها. لكن ما فيش عبيد في زماننا فلا يمكن توفيهم حقهم، والنبي لما قال كده يعلم ان في زمان هيجي مش هيبقى فيه عبيد موجودين. فكأن النبي بيقول لك مستحيل توفي حق امك او ابوك. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده، الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يبقى دي الحاله الوحيده لما تقول للوالد او للوالده ما انا عملت لكم زي ما عملتولي، لا والله مهما عملت رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف بقى الذل والتعب والمشقه والجهد. واسال بقى حضرتك لما تكبر حتى كده، لو مش مستشعر الموضوع ده، اسال اي واحده لسه متجوزه ومخلفه لسه بيبي صغير كده، طفل صغير، شوف هي بتشوف من المشقه والمتاعب والعذاب وقله النوم قد ايه، عشان تعرف امك تعبت فيك قد ايه. مع الرغم من حاجه، الفارق كبير جدا جدا ان زوجاتنا النهارده لما يكون عندها طفل صغير ما شاء الله الغساله الفول اوتوماتيك موجوده، البامبرز موجود. ايام زمان بقى لا، الموضوع كان غير كده خالص بالمره، كان لا في لا غساله فول اوتوماتيك ولا كان في بامبرز ولا اي حاجه، كانت يعني نظام بقى لفف وكل خمس دقائق غسيل وانشر واعمل وتعب وما فيش نوم وتعب ومشقه لا تخطر على قلب بشر. ورغم ذلك كانوا يتحملوا وكان على قلبهم زي العسل. خد بالك دي امهات تعبوا بجد. يعني انا بقول الام في الوقت الحالي بتتعب برضه، بس الام زمان كانت بتتعب اكتر وكان في مشقه اكتر مما تتخيل. شايف الموضوع ان انت لا يمكن تجزي والدك ولا والدتك مهما عملت. يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، ابوس ايديكم. الام والاب والله العظيم كنز كنز يا جماعة، والله ما هتحسوا بقيمتهم الا لما تفيدوهم. ربنا يا رب يبارك لكم فيهم. يعني حال الواحد قلبه بيعتصر ألما. وانا ايه اللي خلاني نقيت الموضوع ده في اخر حلقة ليا في مواقف ايمانية في رمضان، ان يا جماعة ان كل الاعمال اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها وكل الخير اللي اتكلمنا عنه في رمضان وكل الاعمال الصالحه بقى والعباده والصلاه والصيام والذكر وقرايه القران والخير ده كله، كل دوت والله الذي لا اله غيره لن يقبل منه طاعه اذا كنت عاقا لوالديك. والكلام مش كلام الاحسن تحسب ان انا بجيب كلام من كيسي انا، لا، الكلام كله من عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العاق لوالدي. خير حضرتك لما تكون بتصوم وبتصلي وتزكي وتعتكف وتقرأ قرآن وتذكر ربنا وتستغفر وتصلي على النبي وتطلب العلم وتدعو إلى الله وتعمل كل الخير ده كله، وأقسم لك بالله لا يقبل منه حاجة إذا كنت عاقا لوالديك. بر أمك وأبوك وإن كنت مقصرا في بعض الأمور الله يجبر كسرك ويكرمك غاية الإكرام والله العظيم. أنا يا شباب أقسم بالله أنا على استعداد والله العظيم، يعني لو في ساعة من العمر ومن الوقت أنا على استعداد إن أجل كل شاب عاق أروح أبوس إيديه عشان يبوس إيد أمه وعشان يرضيها ويكرمها بجد بصدق. على استعداد اجي ابوس مش ايديه، ابوس رجليه كمان
بس يراضي امه، لان حرقه الامهات اللي بيبعتوا رسائل، انا بقول لك انا ما اقدرش ارد على تليفونات لظروف صوتي، لكن فعلا حرقه الرساله وهي مبعوته، ولما تقرا رساله قلبك والله العظيم يعني يبكي الدماء بدل الدموع، ان ام تقول ضحيت بعمر كله عشانه وعملت عشان هو، والاب مات وفضلت قاعده على اولادي الثلاثه اصرف عليهم وانفق عليهم واعمل مشاريع وعشان وحياتي كلها وقفتها عشان ولادي، وفي الاخر قدر ربنا سبحانه وتعالى هذه المراه اشترت عماره من خالص مالها الحر، وكتبت لكل ولد شقه تمليك، وفضل بقى بقيه الشقق. في يوم من الايام طلبوا منها انها تكتب لهم بقيه العماره على حياتها كده، كتبت لهم بقية العمارة وتنزلت عن كل ممتلكاتها، فما كان من هؤلاء الثلاثة إلا أنهم خدوا أمهم رموها في الشارع. تخيلوا حضراتكم، أنا مش متخيل أم الله يكون في عون الأمهات والأباء اللي بيشوفوا العقوق ده، أنا مش متخيل المرأة دي هتعيش إزاي بعد اللحظة دي، لحظة حاسمة في حياتها، ولادي اللي عشت عشانهم وضحيت بعمري، والأب مات وهي لسه شابة صغيرة عندها 30 سنة وتقضي عمرها كله علشان تتعيش لولادها، وفي الآخر بعد ما تكتب لهم شقة عمرها كله يروح يرموها في الشارع. ما كان منها إلا أنها راحت لإمام المسجد، إمام المسجد طلع يكلم ولادها شتموه وضربوه وطردوه من البيت، فما كان منها إلا أنها عاشت عيني يعني تتسول على موائد الناس، ده يأكلها النهاردة ده يأكلها بكرة، وحطوا لها مكان كده واحد استأجر لها غرفة عشان تعيش فيها، وولادها عايشين ما فيش مشكلة بالنسبة لهم، بيتحركوا وسعداء جدا في حياتهم. لكن أنا بقول والله ثم والله كما تدين تدان، رجل من بني إسرائيل في يوم من الأيام كان عايش عند ابنه بعد ما ربى اولاده، واولاده ماتوا ومراته ماتت وابنه الوحيد الموجود جوزه، وعاش عنده فتره، الابن زهق منه، خدوا ركبوا على حصان طلعوا في الصحراء، قال له نتمشى مع بعض شويه، فين يا ابني؟ قال له تعالى بس نتمشى. وصلوا الصحراء قال له انزل هنا بقى. انزل اعمل ايه في الصحراء يا ابني؟ قال له انزل. نزل راح مطلع سكينه وقال له هقتلك. قال له ليه يا ابني؟ هو ده جزاء الاحسان؟ قال له بقى انا خلاص مللت منك ولازم اقتلك. ما كان من الراجل ده إلا أنه قال له يا بني هل أنت مصر على قتلي؟ قال له لازم أقتلك. قال له خلاص إن كنت مصرا على قتلي فلا تذبحني عند هذه الصخرة، ولكن اذبحني عند الصخرة التي هناك. فقال ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي في نفس المكان والجزاء من جنس العمل، ولك يا بني مثلها. راجل في الشارع ابنه لطمه على وشه قدام الناس، جم الناس يتدخلوا قال لهم سيبوه، انا لطمت ابويا في نفس المكان من 22 سنة، فربنا يقدر ان تتردل اللطمة في نفس المكان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك احدا كما تدين تدان. اللي هتعمله مع امك وابوك يا حبيب قلبي هتلاقيه من ولادك، فخد بالك، ده غير بقى عقاب الاخرة. الذنب يعني سبحان الله، اي ذنب في الدنيا حبيبي، اي ذنب في الدنيا ممكن الانسان يتعاقب عليه في الدنيا وخلاص، ربنا عاقبك خلاص عليه في الدنيا، لن تعاقب في الاخره الا ثلاث ذنوب، واقسم لكم بالله ربنا بيثني فيها العقوبه، تتعاقب دنيا واخره. في ثلاث ذنوب، ايه هما؟ عقوق الوالدين، قطيعه الرحم، الظلم، البغي. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية الحاكم بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق، أي عقوق الوالدين. اجمع الحديثين تلاقي البغي الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، الثلاث ذنوب دول يا جماعة ربنا بيثني فيها العقوبة. واحد ظلم واحد كل فلوس، وما أكثر الناس اللي بتاكل حقوق بعض في الزمن ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واخد بالك؟ ما أكثر هؤلاء الناس، ربنا يعافينا يا رب العالمين ويرزقني وإياكم الحلال الطيب. واحد ظلم واحد، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه من يظلمه، وفي النهاية يعاقب برضه يوم الأيام القيامة. واحد قطع رحمه أو عق والديه،
يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخر وهكذا. فهو كل سلف ودين يا حبيبي، كل سلف ودين. وصعب جدا على النفس ان انت النهاردة تبقى بتصلي وبتصوم وتزكي وتحج وتلاقي نفسك في النهاية يوم القيامة ولا حسنة ولا حسن. انا بقول الكلام ده يا جماعة بحذر نفسي وكل اخواني واحبابي. مين في الدنيا يا جماعة عنده استعداد يفضل يعبد ربنا 50 60 70 سنة يروح يوم القيامة ماليش ولا حسنة؟ طب ليه؟ بر امك وابوك يا حبيبي، احنا ما بنطلبش منك حاجة صعبة. امك وابوك اللي يستاهلوا كل خير، والله يستاهلوا كل خير. يستاهلوا مش اني بقول لك تبوس ايديهم، لا ده انت تقوم تبوس رجليهم وتبوس راسهم وتقول لهم سامحوني ان كنت اسأت لكم ولو بكلمة ولو بنظرة. بقول لك الكلام دوت وممكن تكون زعلان مني ان انا عمال ابكتك بالكلام ده، اقول لك بر امك وابوك، لكن يوم القيامة هتقول الله يبارك لك ويكرمك، والله يا شيخ محمود ان انت فوقتني من الغفلة اللي انا فيها دي، ما كنتش حاسس بقيمة ام وابويا، فوقتني الله يكرمك، خلتنا بوس ايديهم وبرهم في العشر الاواخر دولت، وقامت ام تدعيني في ليلة القدر، ربنا كرمني وفتح علي ووسع علي ورحمني في الدنيا والاخرة بسبب هذه الموعظة. النهارده ليلة وترية، قد تكون ليلة القدر، ولسه في ليلة 27 وليلة 29، قد تكون ليلة القدر في ليلة من الليالي الثلاثة دول، حد عارف؟ فاهم ازاي؟ لعل وعسى يمكن يا اخي لما تراضي امك النهارده ولا تراضي ابوك، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويبارك لكم في اولادكم، لما تراضي امك وتراضي ابوك لعل وعسى تكون دي ليلة القدر تقوم تدعي لك. خليها تدعي لك بدل ما تدعي عليك. دايما امهات الله يكون في عونهم، وانا واثق وانا بتكلم دلوقتي اكيد في امهات قدامي دلوقتي دموعهم على خدهم بتقول اه والله يا ابني، اه والله ده ولادي مبهدلني، ده ولادي سايبني من غير اكل ولا شرب. شيء مؤلم يا جماعه، شيء مؤلم. ويا ما سمعنا عن الشاب اللي رمى امه في صحراء مدينه نصر، واللي رمى امه في دار مسنين. ده انا اذكر قصه، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب على اسوه القلوب دي، والله العظيم اسوه قلوب عجيبه. الواحد ما يعرفش الناس بيجيب اسوه القلوب دي منين. ثلاث شباب او اربعه على ما اذكر القصه، ابوهم رجل غني جدا وامهم ماتت اللي هي زوجة الرجل، هذا رجل. وبعدين هم بقى زي ما تقول ايه، الرجل يعني ملوش حد في الدنيا، جوز ولاده كلهم وجوز بناته وخلاص بقى، يعني ايه، ودى كل واحد بقى شقه تمليك وصرف عليهم وجاب لهم العفش وبيعمل لهم مرتب شهري، وراجل ما شاء الله يعني راجل غني جدا يعني. هم وزعوا بقى وجوده عندهم، انت تخلي والدي عندك يوم وانت يوم وانت يوم، فبقى يعني ايه بيتسول المحبه والرحمه والرأفه من ولاده، فبقى يقعد هنا يوم وهنا يوم. فزوجات كل اولاده بلا استثناء، هو ايه دوت، ويفضل كاتم على نفسنا، هو يفضل قارفنا في حياتنا، هو يفضل، فكل واحد يلقفه للتاني، لحد ما في الاخر اتفقوا مع بعض في خطه شيطانيه. قالوا طب ما نرمي في دار مسنين ونخلص بقى من المشاكل ديت. طب هنوديه ازاي يا جماعه، هو مش هيقتنع؟ قالوا ما تشغلش بالك، حط له في الشاي منوم. حطوا له في الشاي منوم، وهيلا بيلا خدوه ودوه دار المسنين، وقالوا يا جماعه ادي المبلغ اهوت وخلوه عندكم وكده. طب هو ماله عامل ايه؟ قالوا ده بس مدروخ بس كده وتعبان شويه وهو نايم يعني، وهيفوق كمان شويه. وراح واحد من اولاده بكلم واحد من المسؤولين في دار المسنين، قال له لو سمحت يعني كلمة على جنب كده، ده والدي وقت ما يموت ادي تليفوني، رنلي بس قول لي ان والدك توفي وليك الحلاوة بس كده. طب لو محتاج اي حاجة ما تتصلش بيها خالص، ما تتصلش بيها الا لو مات، لو مات اتصل علي قول لي والدك مات وليك الحلاوة، هديك مبلغ كبير جدا. تخيل واحد منتظر موت ابوه اللي ضحى بحياته عشان حاجه، والله يا جماعه حاجه تدمي القلب. الراجل بعد ما فاق بص لقى نفسه في دار مسنين، راجل المليونير اللي صرف على اولاده واكلهم وشبعهم وعمل فيهم ليه ما يتعملش، لقى نفسه في دار مسنين. ايه اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب مواصفاتهم كذا وكذا. قال سبحانك يا رب، انا لله وانا اليه راجعون، دول ولادي، ولادي يرموني انا في دار مسنين بعد العمر ده كله. وقعد يبكي بكاء لحد ما يعني قلبه ده كان هيقف من شده البكاء. فالراجل جه راح مكلمه، قال له يا حاج والله انا مكسوف اقول لحضرتك، ابنك فلان الفلاني ودي نمره تليفونه. قال له ايوه ده ابني الوسطاني. قال لي ما اتصلش عليه الا لما حضرتك تموت وقال لي ليك الحلاوه. فطبعا الراجل انهار، فما كان منه الا انه قال له ابعت لي المدير بتاع دار المسلمين. فبعت له،
قال له لو سمحت دي نمرة المحامي بتاعي، خليه يجيني بكرة عشان أنا عايزه وعايزك في أمره مهم. قال له خير. جاب المحامي وراح مضيله على أوراق تنازل عن كل ثروته بلا استثناء لدار المسنين اللي وقعد فيها. ويقدر ربنا يا حبيبي إن الراجل ده يموت بعد يومين بالظبط. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. لو كانوا استحملوا أبوهم يومين، الراجل كان هيموت بعد يومين، لو كانوا استحملوه يومين ورضوه وأكرموه كان ماتوا هو داعي لهم والفلوس راحت لهم. تخيل استعجلوا الميراث فخسروا الميراث وخسروا أبوهم وباءوا بدعوات الرجل عليهم. فضل يدعي عليهم طول اليومين دولت لحد ما ماتوا هو غضبان عليهم وبيلعنهم. دي مشاهد احنا عايشينها، مشاهد احنا عايشينها، وانتوا يعني قد يعني اخواني المشاهدين ربنا يحفظهم يعني قد لا تعلموا مدى العقوق المنتشر. لاني معلش احنا بيبعت لنا الكلام ده كله، احنا بنشوف على الايميلات عندنا وعلى الموبايلات كميه رسائل عن العقوق، والله العظيم تدمي القلب، اشياء تدمي القلب. تخيل حضرتك يعني يعني ياما امهات بيصرخوا، ابنها بيضربها، ابنها بيعتدي عليها، ابنها بيسبها وبيشتمها باقبح الشتايم، وبتقول مش قادر عليه، اعمل له ايه، مش قادر اتكلم معاه، وبيعمل فيها اللي ما يتعملش. وبيوصل الامر ان بعض الشباب ممكن امه سبحانك يا ربي، امه اللي ربته وتعبت عشانه وشقيت عشانه راح اتجوز، والزوجه ديت بتقول له انا ما اخدمش امك، انا بنت ناس وليه برستيجي و قال لها وانت تخدميها ليه، ده هي اللي تكون تحت جزمتك تخدمك. في اب في ابن في الدنيا يقول لزوجته امي تبقى تحت جزمتك؟ مين يقول الكلام ده؟ ده انا وزوجتي واولادي تحت جزمه امي، تحت رجلين امي نخدمها كلنا وناخد ثوابها وناخد اجرها، مش امي اللي تخدمني وتعمل يعني. سبحان الله. فده اللي دعاني يا جماعه ان انا اخلي اخر حلقه عن موضوع بر الوالدين. ابوس ايديكم يا شباب، ابوس ايديكم يا بنات، وسامحوني انا بتكلم يعني لاني انا يعني مطلع على اشياء انتوا لا تعرفوها من واقع العقوق اللي موجود في الامه الان، لا اقول في مصر فقط بل في العالم الاسلامي كله. العقوق منتشر بشكل مش طبيعي، الامهات بيصرخوا والاباء بيصرخوا من كميه العقوق. قال الابن لما يقول لابوه بيقول له ابعت لي فلوس، يقول له يا ابني طب تعالى اشوفك، قال له مش فضيلك خد بالك، قال له طب ما انا ممكن احرمك من، قال له لا احجر عليك. تخيل لما يكون لغه الحوار بين اب وابن، انا مش متخيل الاب ده بعدها يعيش ازاي. ابني اللي ربيته وشقيت عشانه وتعبت عشانه وضحيت بعمري عشانه يقول لي احجر عليك، يحجر علي انا ويرميني انا ويطردني انا. سبحان الله. فيعني ايه موضوع محتاج ان احنا نراجع نفسنا مره تانية. اوعوا تنتظروا اي خير يحصل للامه طول ما فيها عقوق الا دعاء الام، والله العظيم ثلاث دعوات مستجابات. ده النبي بيقول كده، دعوه الوالد لولدي، وفي روايه دعوه الوالد على ولدي. خد بالك يعني دعوه الام والاب لابنهم مستجابه، ودعوتهم على ابنهم برضو مستجابه. تخيل. ولذلك النبي نهاهم عن الدعاء، قال لا تدعوا على ابنائكم ولا على اموالكم، فدي عسى ان تصادف ساعه اجابه فيستجاب لكم. ياما اباء وامهات دعوا على اولادهم فربنا استجاب فندموا، قالوا يا ريتنا ما دعينا عليهم. ليه؟ لان ربنا استجاب دعائهم. فانا عشان كده بقول لك يا حبيب قلبي، فوز بدعوه امك وابوك بدل ما تبوء بدعوتهم عليك. ربنا يحفظنا ويحفظك ويبارك في عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يقول له يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. تخيل حضرتك لو انا قاعد اخدمك بنفسي واكلك واشربك واعمل لك الشاي واغسل لك لبسك لمده شهر كامل، هل تنسى المعروف ده؟ قول لي طبعا لا، مش ممكن انساه. امال ليه نسيت معروف امك وابوك؟ ابوك اللي كان بيخرج في عز الشمس وعز البرد والشتاء والمطر، يشتغل ويتعب ويكدح ويحرق ويجيب لك لقمه حلال عشان تاكلها، ولما تمرض ما ينامش الليل كله،
ويجري وراك على المستشفيات وهنا وهنا ويضحي ويبيع كل اللي حلته عشان خاطرك. سبحان الملك ويبذل كل شيء. كنت أسمع عن قصة راجل ملياردير. الملياردير ده ما خرجش من الدنيا كلها إلا بولد واحد، هو ده ابنه الوحيد. الراجل كبر في السن وابنه ده بقى شاب عنده حاجة 20 سنة، سايق العربية بتاعته، مع عربية مرسيدس أحدث موديل، سايق فبيلعب مع أصحابه بيسابقوا بعض، عمل حادثة شنيعة. الحادثة ديت كان نتيجتها إن هو الجمجمة ديت اتفتحت والمخ ده خرج بره. هذا الرجل استدعى فريق أطباء من أوروبا وأمريكا، قال لهم انقذوه بأي طريقة، خدوا فلوسي كلها، معايا مليارات، خدوها كلها بس انقذوا لي ابني ده، أنا ما حلتيش غيره. عملوا له كمية عمليات لا تخطر على قلب بشر. قعد أكتر من 2 سنين يتنقل بين مستشفيات أوروبا وأمريكا، حتى ما في الآخر خالص عاش الولد، ولكن أصبح معتوها، يعني بقى مش طبيعي، لا عارف يجمع كلمة ولا عارف يكلم كلمة، يعني شبه مجنون. وكان الأب في قمة السعادة لأن الولد بس يعني فضل على قيد الحياة حتى ولو كان مجنون. شوف بقى في المقابل، لو أن الأب هو اللي حصل له الحادث ده، شوف الابن كان ممكن يعمل ايه معه، ولو طلبوا منه ينفق النفقات دي كلها فكم كيف كان سيبخل، يقول خلاص بقى قدر الله ما شاء فعل، واحنا يعني هنحيي بعد موته، فاهم ازاي؟ ربنا يريحه، هو قصده ربنا يريحني انا. فالاب يبذل لاقصى، وخد بالك ولا يندم، يعني الاب لو حصل لابنه حاجه عنده استعداد يبيع هدومه ويبيع اللي قدامه واللي وراه ويعمل كل حاجه في سبيل ان ابنه ده ينجو. ويوم ما ربنا بيكتب لابنه النجاه، وحتى لو ابنه مات محدش يلومه ولا هو يلوم نفسه، ويقول صرفت 500,000 جنيه على ابني عشان يخف، قدر الله مش افعل، ندمان يا حاج؟ لا مش ندمان، انا عملت اللي عليا عشان ربنا بس ما يعاقبنيش وما يحاسبنيش وعشان انا ما احسش بالندم. ولا يندم انه انفق كل النفقات دي، لكن ممكن الابن يندم لو انفق على والده 10,000 20,000 50,000، ممكن يشعر يقول لك طب ما كانت خساره، يعني ما دام هو كده كده ميت ميت، ما كان الفلوس احنا اولى بيها، وهكذا. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فحنيه الام والاب لا تدانيها حنيه. سبحان الله، ياتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. العلماء قالوا ان ربنا جعل 3/4 البر للام والربع الاخير للاب، لان الام بتشترك مع الاب في كل حاجه في رحله الحياه وتربيه الاولاد، لكن تنفصل عنه بالحمل والولاده والرضاعه، 3 حاجات. عشان كده خدت 3/4 البر وهو الربع الباقي. سبحان الله. فالام دي يعني فعلا الجنه فعلا تحت اقدام الامهات، وان كان لفظ الحديث بالشكل ده ضعيف، الا ان اللفظ الصحيح ان النبي عليه قال الرجل الزمها، الزم رجليها فثم الجنه، ده اللفظ الصحيح، الزم رجليها فثم الجنه، فيعني نخرج منها بمعنى بالمعنى اللي الناس عارفاه اللي هو الجنه تحت اقدام الامهات. سيدنا ابو الدرداء كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب9، وصاني ب9 حاجات، كان من ضمن الوصايا التسع اللي النبي وصى بها ابو الدرداء، قال واطع والديك وان امرك. والله يا جماعه تاملوا معايا اللفظ ده، بيقول واطع والديك وان امرك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما، مش من مالك بس، لا ده لو الام والاب قالوا لك ادينا كل ممتلكاتك تبقى بتاعتنا، اتفضلوا عن طيب خاطر، لان الولد من كسب ابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه ايضا بسند صحيح انت ومالك لابيك. الابن اللي بيبخل على ابوه يقول يعني ابويا يضحك عليا ياخد فلوسي؟ ياخد فلوسك، ده حقه، ده ابوك يدخل بيتك وياكل ويشرب وينام وياخد اللي هو عايزه من غير ما يستأذنك، لأن أنت ومالك لأبيك، إلا في حالة واحدة بس اللي تحرم عليه، إن ياخد من ابن عشان يدي ابن التاني بغير إذن الابن الأولاني، دي الحالة الوحيدة التي يحرم عليه فعلها، لأن كده فيها تفضيل لابن على التاني. إنما لو كان ابن فقير وابن غني والأب بيستأذن ابن غني، اديني يا ابن عشان أدي أخوك الصغير ده الفقير دوت، فما فيهاش حاجة. وخد بالك
إنما الأب له الحق في كل مالك، إلا إذا كان سيترتب عليه ضرر عليك، كان يأخذ شيء أنت تحتاج إليه بالفعل، فلوس محتاجة عشان تأكل ولادك، ما يأخذش ديت، فلوس محتاجها العملية الجراحية تعملها وإلا تموت، دي ما يأخذهاش. إنما ما زاد من المال فهو حر في هذا المال، أنت ومالك لأبيك. تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده بعض الثمرات بر الوالدين. ويا جماعة بالله عليكم، أنا ذكرت هذا الكلام في البداية لأن حرام علينا أن احنا نضيع كل العبادات اللي احنا عملناها دي كلها بسبب عقوق الوالدين. وأنا ما دعاني الحديث هذا في هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة إلا لكثرة الرسائل اللي توجع القلب. أمهات بتشتكي، أمهات بتبكي، أمهات بتصرخ، أمهات تترموا في الشارع. الأمهات والأباء في زماننا سامحوني اتبهدلوا، والله الذي لا إله غيره اتبهدلوا. ما كانش ده عشمنا في 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 أجيال كثيرة جدا جدا لم تقدر قدر الأم والأب أبدا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. أنا بقول الأباء والأمهات قلوبهم بتعتصر ألم في زماننا هذا، وأظن الكل يوافقني في هذا الموضوع، لأن النهاردة البر بقى شيء غريب قوي. في شباب برين بآبائهم وأمهاتهم، وفي بنات ما شاء الله في قمة البر بالآباء والأمهات، لكن دول مش بالنسبة للكثرة الكاثرة من العقوق التي نراه في هذا الزمان. هذا يعني كعملة زي الكبريت الأحمر، نادر الوجود. حتى النهاردة الشاب اللي بيعتبر نفسه بار بأم وأبوه ممكن ما يكونش بيسأل عليهم خالص، وأول كل شهر بيبعت لهم مبلغ وهو ظن أنه بذلك هو بار بأم وأبوه. الموضوع مش موضوع فلوس، الأم والأب لا يبحثوا عن الفلوس أبدا، الأم والأب عايزين كلمة حلوة. الأم والأب عايزة، أمك عايزة منك بس كده تجي لها تشقر عليها كده وتطمن، ازيك يا حبيبة قلبي عاملة ايه يا أمي، طمنيني عليك وأموريني، أنا خدامك حبيبة قلبي، في أي حاجة ناقصاكي؟ هي ممكن ما تطلبش منك أي حاجة ولا تكلفك أي حاجة ولا عايزة منك حاجة، تقول لك كفاية يا حبيبي دخلتك عليا. دي أمك. أمك انت ممكن، سامحني، ممكن تتجوز وتنفصل وتتجوز تانية وتالتة ورابعة وتجوز وتطلق الأربعة وتجوز غيرهم، يعني ما أقصدش أن أنت يعني تكثر من الزواج، لكن أقصد أن أنت ممكن تتجوز وتسيب وتتجوز وتسيب، لكن دي أمك هتسيبها تجيب غيرها منين؟ خد بالك، فالأم لا تعوض والأب لا يعوض. بعض الثمرات بر الوالدين، بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. احنا ذكرنا في الحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، كان من ضمنهم العاق الوالدين. ده منطوق الحديث، مفهوم الحديث ان الثلاثة اللي يتقبل منهم الصرف والعدل الفريضة والنافلة البر الوالدين. خد بالك، دي اول ثمرة. يبقى من اعظم اسباب قبول الاعمال، وخد بالك، بر الوالدين. انت لما تبر امك وابوك ده بيكون سبب من اسباب قبول الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية سبب لسعة الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. وإحنا قلنا يا جماعة أن في قضاء مبرم وفي قضاء معلق، قلنا قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم اللي هو ما عند الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب لا يتغير، أما ما كان في علم الملك فكأن الله عز وجل يقول للملك، وفي الآية طبعا الآية: ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، كأنه يقول الملك فلان ابن فلان عمره مثلا 60 سنة، لو بر أمه وأباه فعمره يبقى 70 سنة، ولو عقوم يبقى عمره 60 سنة. دي تفسير لبعض العلماء اللي نقلها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. والمعنى الثاني إن زيادة العمر تكون بالبركة في العمر، وزيادة الرزق أيضا تكون بالبركة في هذا الرزق. ثالث حاجة، إن بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات. أقسم لكم بالله ياما الواحد يتحط في كروبات ومآزق شديدة جدا، وبفضل الله أولا ثم دعوة الأم تفرج الكروبات. أكبر دليل على هذا كما في الصحيحين حديث بقى الثلاثة اللي دخلوا الغار، لما تأفرت عليهم الصخرة قالوا بس إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، فكان أول واحد الذي دعا الله عز وجل ببره لأمه وأبيه فتحركت الصخرة. يبقى ايه؟ بر الوالدين يفرج الله به الكروبات. 4، تفوز باجر حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله ببرك لامك وابيك. الحديث اللي رواه مسلم: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ابايعك على الهجره والجهاد، ابتغي الاجر من الله. قال: تبتغي الاجر من الله؟ قال: اجل. قال: امك حيه؟ قال: اجل.
قال اذهب فبرها، خد بالك، فإن فعلت فأنت مجاهد في سبيل الله، وفي رواية فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. تخيل لما تبر أمك وأبوك كأنك حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. رقم 5، بر الوالدين كفارة للكبائر. عن عطاء بن يسار أن ابن عباس أتاه رجل فقال له: يا ابن عباس، أحببت امرأة فأردت أن أتزوجها فرفضتني، فخطبها غيري فقبلت، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ بيقول له: أنا قتلتها لأنها اتجوزت واحد غيري. فقال له: أمك حية؟ قال: لا. قال: تقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال ما استطعت وتوب إلى الله. فلما مشي عطاء بيسأله بيقول له: يا ابن عباس، لماذا سألته أمك حية؟ إيه علاقة الأم بالقتل اللي هو قتله؟ قال له: والله يا عطاء، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. ما عرفش أي عمل صالح، خد بالك، ربنا بيحبه أكتر من بر الوالدين. يا سلام. رقم 6، الفوز بدعاء الوالدين. قلت لكم يا جماعة، والحديث رواه البيهقي بإسناد الحسن: 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده لا ترد. تخيل حضرتك، شوف انت يعني لما الام تقول: يا رب وسع على ابني، هيوسع عليك، صدقني هيوسع عليك ولو بعد حين. يا رب اشفي ابني، هيشفيك ان شاء الله ولو بعد حين. يبقى 3 دعوات لا ترد. ولذلك لما دعت ام جريج، فاكر حضرتك صاحب جريج، جريج العابد، الحديث رواه مسلم، لما جريج العابد امه وحشها ابنها، قاعد في صومعه عمال بيعبد ربنا وسايبها ما بيروحلهاش، فراحت تنده له مره واثنين وثلاثه، لما ما ردش عليه قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، النساء الزواني عياذا بالله، ربنا يعافينا. فجاه الناس اتسلطوا عليه، تذكروا عبادته، فجابوا واحده قالوا لها، امراه بغيه، قالوا لها: روحي بقى وخلي جريج عياذا بالله يفعل بك الفاحشه عشان نفضحه. فراحت تعرضت له فلم يلتفت اليها، فكسفت انها ترجع تقول: انا فشلت. فتعرضت لراعي يأوي إلى صومعة جريج فزنى بها فحملت، فلما ولدت قالت لهم: هذا ابن جريج من الزنا. راحوا عايزين يكسروا الصومعة بتاعته، ايه في ايه، انزل يا زاني، انزل يا كذا، فرح نزلهم بخير يا جماعة. قالوا له: زنيت بتلك المرأة وهذا الولد منها. قال لهم: طب انتظروا حتى أصل ركعتين. صلى ركعتين وراح ايه غمز ايه بطن الطفل الصغير ده، قال: من أبوك؟ فأنطق الله الطفل وقال: أبي فلان الراعي. فعرف أنه بريء، لكنه برئ بعدما لما قضوا بقى للمحكمة ديت، يعني نظر إلى وجوه البغايا وكانوا واقفين صفين بيتفرجوا عليه، فعلم أن الله استجاب دعاء أمه عليه. فاوعى اوعى تعرض نفسك حبيبي وتقول لي ما تدعي، لا اوعى اوعى، خد بالك، اوعى أمك تدعي عليك أو أبوك يدعي عليك. احرص دايما يا حبيب قلبي ان ابوك يدعي لك وامك تدعي لك. ربنا يا رب يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. رقم 7، لو رضيت امك وابوك هتفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى. هو في حاجه اعظم من الرضا؟ اجمل نعيم في الجنه. ده ربنا لما وصف الجنه في اخر الايه بيقول ايه؟ ورضوان من الله اكبر. يعني رضوان ربنا اكبر من نعيم الجنه. وفي الصحيحين أن المولى عز وجل يطلع على عباده في الجنة ويقول: يا عبادي، يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل بقى من أن أنتم نجيتم من النار وأن أنتم دخلتوا الجنة، أفضل من نعيم الجنة كله. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هتفوز برضا ربنا. شوف سيدنا أبو بكر لما أعتق سيدنا بلال، والمنافقين قالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، فلم يرد. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا بيقول: هرضيم هرضي يوم القيامة. ربنا يرضى عنك لو رضيت أمك وأبوك. إيه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين،
وسخطه في سخطهما. عايز ترضي ربنا ارضي أمك وأبوك، عايز تسخط ربنا اسخط أمك وأبوك. عايز بس الكلام ده يلمس قلوب الشباب والبنات، عايز يلمس قلوب الأبناء بجد ويحسوا بأن الله الحمد لله ربنا ليه أم وأب عايشين. أنا والدي يا رب يديه الصحة ويشفيه رب العالمين، والدي 89 سنة وأنا ابنه الوحيد على بنات، تخيلوا 89 سنة، بقول يا رب طول في عمره ويبقى عنده 130 سنة وابقى خدام تحت رجليه. شوف قد ايه 89 سنة وراجل مريض وتعبان و لكن انا اتبارك فعلا، بتبارك بدعوته، ولما اكون مسافر رايح درس رايح اي مكان اتصل، هو لا يسمعني في التليفون، تخيلوا يعني حاسة السمع خلاص عنده ضعيفة جدا، لكن اقول لاختي قولي لوالدي يدعيني فيدعي لي فتقول لي دعالك فاستبشر بدعوته. فيا شباب اوعوا اوعوا يفوتكم الباب الخير ده. رقم 8 من ثمرات بر الوالدين تخش الجنة. احنا بدأنا بالحديث الوالد اوسط ابواب الجنة، وفي حاجة اجمل بالجنة يا جماعة، جنة ربنا قال عنها كما في الصحيحين اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل حضرتك ان ربنا امرك ببر امك وابوك حتى لو كانوا كفار وبيأمروك بالكفر، يعني امك وابوك مش مسلمين بقى، دول كفار كفار بيقولوا لك لازم تكفر بربنا، ورغم ذلك بيقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طبعا ما تطعش حد في الشرك ولا الكفر يعني، ولكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآية دي نزلت في مين؟ في سعد بن أبي وقاص، والحديث رواه مسلم إن سعد بن أبي وقاص كان من أبر الناس بأمه، فأمه قالت له إيه؟ قالت له يا سعد ألست تزعم أن دينك أمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تترك هذا الدين. شوف الذكاء. طب إذا كان الدين بيأمره بالبر أنت هتأمريه يسيب الدين؟ مش هيبرك. شو بدي؟ فقال لها والله يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله. خد بالك بقى، هي هددته وقالت له لئن لم تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت فتعيرك العرب أنك قتلت أمك. قال لها والله يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي. امتنعت عن الأكل لمدة يومين، في اليوم الثالث أغشي عليها، قام ابن من ولادها اسمه عمارة بيسقيها ويطعمها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. شاب في أمريكا، شاب ده يهودي وأسلم، فجاء أحد المشايخ فبيقول له أنت كنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي. قال له وأبوك أمك؟ قال له يهود برضه. قال له طب بعثوا منين؟ يمكن ربنا يكرمنا ويسلمه. فقال له أبويا مسافر أمي هي اللي موجود. قال له هاتها. تاني يوم جات المرأة ولابسة شارب كبير كده، فقال له يا أمك أسلمت؟ قال له لأ. قال له أمال لابسة كده ليه؟ قال له لأنها تستحي إنها تقف بين إيدين الشيخ وهي كشف رأسها. سألها قال لها انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس انا فرحانه قوي. قال لها ليه؟ قالت له لانه هو قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وياخد فلوسي وعمره ما خدمني، فجاه لقيته داخل بيبوس ايديا وبيبوس راسي وبيقول لي انا امي خدام تحت رجليكي وعمري ما هزعلك بعد النهارده، وبقى يصرف عليا ويعمل لي كل حاجه. فلما سالته قال لي الاسلام هو اللي بيأمرني بكده، قلت له خليك يا ابني على الاسلام ده. شوف قد ايه، شوف المعاملة الجميلة تحبب الناس في الدين ازاي. تعالوا اذكر لكم كده في عجالة سريعة كده بعض الامثلة الرائعة على بر الوالدين. سيدنا ابو هريرة والحديث رواه مسلم كانت امه مشركة وكان يدعوها الى الاسلام فتأبى عليه، في يوم من الايام بيدعوها الى الاسلام فقالت كلمة صعبة جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فابو هريرة بكى وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنت رجل مبارك وأمي يعني تأبى علي تأبى على تأبى أن تسلم وقالت اليوم فيك كذا وكذا.
ادعوا الله أن يهدي أم أبو هريرة. فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبو هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق فسمعت خطخضة الماء فإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها وتفتح الباب وهي تبتسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعاد أبو هريرة إلى النبي ليخبره بهذا الخبر فقال خيرا. فقال أبو هريرة يا رسول الله الموضوع ما ماشي فقال لك يعني نطلب حاجة تانية. قال لي ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني أنا وأمي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حارثة بن نعمان والحديث رواه أحمد سند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا صوت حارثة بن نعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر. كذلك البر يعني البر هو اللي وصله انه ايه ان النبي يسمع صوته وهو بيقرأ القرآن. فقالت أمنا عائشة راوية الحديث قالت وكان حارثة من أبر الناس بأمي. حارثة بن النعمان بيقسم بالله بيقول والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. من يوم ما أسلمت الأكل يتحط أنا اللي أكلها بإيدي. خدي يا حبيبة قلبي يا روح قلبي يا حياتي مش فدي ايه ما تاكلش هي لقمة بإيديها أبدا هو اللي كان بيأكلها. سبحان الله. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان واقف عند الكعبة بيشاهد الناس هم بيطوفوا فوجد رجلا قد حمل أمه على عنقه. شوف طواف حمل الكعبة صعب إزاي. تخيل بقى واحد شايل أمه فوق كتافه لأنها تعبانة مقعدة فالعرق عمال يتصبب من وشه. فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها وأنا بطوف بها كده بالمنظر ده؟ قال لا والله ولا بزفرة ولا بآها من زفرات الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. يجي راجل تاني لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين لقد بلغت أمي من الكبر عتية حتى أنها لا تقضي حاجتها إلا وقد حملتها على كتفية أتراني قد وفيتها حقها. يعني بيقولوا لما تعوز تقضي حاجتها كانش في عندهم حمامات كانوا بياخدوها للصحراء فكان ياخدها يوصلها لحد هناك شايلها وبعد ما تقضي حاجتها تناديله يجي بقى ايه يمشيلها يرجعها تاني البيت. قال له لا والله ما وفيتها حقها لانها كانت تفعل بك هكذا وانت صغير وهي تتمنى حياتك وانت تفعل هذا الان وانت تتمنى موتها. سبحان الملك. سيدنا محمد بن المنكدر امه كانت مريضه وكان الدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها. قال بت ليله اغمز اطراف امي عشان الدم يوصل لايديها ورجليها اغمز اطراف امي وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي ووالله ما ارضى ليلته بليلتي. ليلتي انا افضل عند ربنا سبحانه وتعالى. محمد بن المنكدر اللي في يوم من الايام بيكلم امه فبتنادي عليه بتقول له يا محمد. قال لها نعم يا امه. فصوته عالي فوق صوت امه. راح اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله خوفا من ان يكون قد حبط عمله بسبب عقوق الوالدين ان هو صوته اترفع فوق صوت امه. سبحان الله نماذج مشرفه. سبحان الله. علي بن الحسين رضي الله عنه عن ابيه وعن جده علي بن ابي طالب في يوم كان لما عاوز ياكل مع امه كان عاوز ياكل معها يفضل سيبها تاكل لحد ما تخلص وعين ياكل بعدها. فسالوه عن ذلك قال اخشى أن آكل شيئا تشتهيه أمي فأكون قد عققت أمي. يعني قاعد باكل قدامها في حتة فرخة خد بالك هي نفسها فيها فأنا ما خدتش بالي ومديت إيدي وكلتها فأكون بكده عققت أمي. فبيقول بسيبها تاكل اللي هي عايزة براحتها ولما تنتهي من الطعام أنا بقى أبتدي آكل. سبحان الله. رجل اسمه الفضل بن يحيى في يوم من الأيام اتسجن هو وابنه. فالفضل بن يحيى كان عنده مشكلة في جلده ما بيقدرش يتوضأ إلا بمية دافية يقدرش يتوضا بميه ساقعه تضر جلده. فابنه يعمل ايه؟ مفيش بقى موقد يعني سخن عليه الميه. فما كان منه الا ان ملأ وعاء فيه ماء وحطه على اللمبه السهاري طول ساعتين ثلاثه طول الليل شايلها كده على ايديه لحد ما ايديه دي تعبت فمزق لحد ما الميه دفيت علشان ابوه يقدر يتوضا. سبحان الله. اويس القرني ويس القرني اللي النبي قال عنه حديث رواه مسلم قال خير التابعين رجل يقال له أويس القرني فإذا لقيتموه فليستغفر لكم. بيقول الكلام ده لمين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقولوا لعمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير والصحابة كلهم بيقولهم لو شفت أويس ده خليه يستغفر لكم. فلقيه عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر ما شافوش
لقيها عمر بن الخطاب وهو قد جاء مع أمداد القبائل اللي كانت جايه من بلاد اليمن. أنت أويس القرني؟ قال له ألا، طيب ده النبي قال كذا فاستغفر لي. فاستغفر أويس القرني لعمر ابن الخطاب. إيه اللي وصله للمرتبة العالية ديت؟ إن النبي في نفس الحديث قال خير التابعين رجل يقال له أويس القرني له والدة هو بار بها فإذا لقيتموه فليستغفر لكم. طب يعني سبحانك يا ربي، طب ده رجل من التابعين النبي ما شافوش، خد بالك. فربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل كان بارا بوالديه، فاكرمه بأنك تذكره وتثني عليه وأنك تقول للصحابة أنه يستغفر لهم. فوصل. وإيه اللي منع أويس أن يبقى صحابي مع أنه كان عايش في عهد النبي؟ اللي منعه كان هو في اليمن وأمه مريضة وهو بس ابنها الوحيد، فمرضيش يسيبها ويروح للنبي، وأنه لو شاف النبي مرة بقى صحابي خلاص، ما سابش أمه لحد ما أمه ماتت. وبعد كده لما راح عشان يشوف النبي كان النبي مات صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل جعل نبيه يثني على أويس، فعرف الناس وعرف المسلمون قدر أويس القرني بسبب بر الوالدين. كلمة أخيرة حبيب، ربنا يبارك فيكم رب العالمين، أبوس إيديكم، بروا أبائكم وأمهاتكم وكرموهم وفرحوهم، ودخل علينا العيد ودخل علينا ليلة القدر، اسعدوهم عشان ربنا يكرمكم ويسعدكم دنيا وآخرة. وياريت تخلي العيد عيدين، اللي مخصم أمه صالحها واللي مزعلها يصالحها، واللي قاعد في بلد تانية يتصل بها ويراضيها الليلة دي، واللي أمه ماتت يحاول بقدر الإمكان يكثر من الدعاء ليها والاستغفار والصدقة الجارية، عسى الله أن يعفو عنه وأن يسامحها. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، إن شاء الله نلتقي بعد العيد ودعواتكم لنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على